الرساله اللي تنوجه للمغاربه هو انهم يعطيو اهتمام شويه للبرامج الوثائقيه، لان تستفد منا الناس، تستافدوا منا بزاف وتقد تفيدهم في حياتهم. مثلا بحال دابا هاد النيازك لا عندك علم ديالها، راه غادي تدوز غادي تشوفها غتعرفها غتفيدك غتقد تبدل لك حياتك. ولكن لما كنتيش تتعرف، لما كنتيش تتعرف اي علم، راه غدوز من حداها غادي تصحبها حجره عاديه، فهمتي؟ ولا تشوف المشاهد ديالو منين انفجرات ولا داك الواقعه اللي وقعت، غادي يقول هذا راه مساله عاديه. استاذ ديالي هاد النيزك طاح بنهار، طاح مع الوقيته ديال الدور كما قلت لك، الوقيته ديال الدور تقريبا صلينا الصلاه ديال الدور، من وراها بعشر دقائق شهدنا هاد الواقعه. وكما كنقول لك انا راه ماشي الوحيد اللي شاف هادشي، راه كاينين الناس بزاف هنا في المنطقه اللي عاينوا الواقعه وشافوها بعينيهم، وكاينين دراري صغار حتى هما شافوا وطاحوا لهم عينات على ديورهم وما عرفوهمش. تا وليت تنوريهم انا تنقول لهم راه هكذا وكذا وكذا، عاد يقول لي عمو رانا جمعت، راه لقيت في ظهرنا، لقيت حدا ظهرنا هذه، رانا جمعت عينات عمو. تنقول لي خليهم، راه غادي يجي الوقت ديالهم وراه غادي تحتاجهم، راه ان شاء الله دركا يفرج الله وغادي الناس يهتموا بالموضوع، راه غادي تحتاج. وفعلا الدراري الصغار اللي كيقراو كل شيء وريتهم الموضوع ولاو يهتموا به وحبوه بزاف. تنطلب من الناس الاساتذه اللي مهتمين بهذا المجال بانني راه تراسلت معاهم وتواصلت معاهم باش يجيو يشوفوا بعينيهم، وبان كنقول لهم بان النيازك راه ما كطيحش في الصحراء المغربيه، النيازك ما كطيحش في مكان معين، النيزك تقدر يطيح في اي منطقه، وانا تنقولها وهادشي بحثت فيه وهما راه عارفينه. هذه الرساله سيدي اللي باش الناس يهتموا ويتواصلوا معنا، هادشي اللي تنقولوا. تنشكروا القناه بزاف.